بسم الله الرحمن الرحيم. موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحب بأهلي وناسي وحبايبي، مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبايبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. حس معايا واستشعر كل يوم ثلاث ان انت كأنك داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وأدب وسكينة. داخل بيت النبي هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا به على الحوض يا رب العالمين ويسقنا من حوضه الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الليلادي داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلنا الليلادي او لما هندخل الليلادي هنلاقي ان النبي قاعد وسط الصحابه وبيديهم كده يعني اسس جميله كده علشان ياسسوا بنيان بيت مسلم. هذا البيت هيكون على منوال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسعد زوج في العالم واسعد انسان في العالم وصاحب اطهر قلب في العالم بابي هو وامي ونفسي وروحي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لقيناه قاعد مع بعض الصحابه وبيقول لهم بعض الدعائم الجميلة اللي أسسوا بها بيت مسلم. فكان من ضمن الأساسيات ديت قال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. علشان كده عنوان حلقة الليل إن شاء الله حوار مع عاقد، ده الجزء الأولاني وهنعيش معاه يعني أجزاء كتيرة. وزي ما بقول لحضراتكم مع الجروب بتاع الفيسبوك يعني بتاع البرنامج على الفيسبوك، عايز تبعتوا كل الأسئلة المتعلقة بمسألة العقد والزواج وكل هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نبتدي كل حلقة نتناول هذه الأمور ونبتدي نشوف إيه اللي أنتوا عايزين تعرفوه وإيه اللي أنتوا عايزين تركزوا عليه ونركز عليه ونلقي عليه يعني الضوء عشان نعرف يعني إيه عقد ويعني إيه زواج ويعني إيه ميثاق غليظ ويعني إيه إن أنت بتنشئ أسرة مسلمة ويعني إيه إن أنت بتعمل بيت مسلم. مسألة كبيرة جدا ومسألة خطيرة جدا بينبني عليها أمور عظيمة جدا. عشان كده تعالوا نبدأ موضوع الليلادي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الخطوبة وقلنا يا ريت فترة الخطوبة يا جماعة ما تطولش زيادة عن اللزوم، لأن الفترة دي زي ما قلت لحضراتكم هي فترة تكلف، ما فيش حاجة فيها بتظهر أبدا. العريس اللي جاي بيحاول يظهر أجمل صفاته أجمل حاجة ممكن ما تكونش عنده حتى، يعني مش هقول لك أجمل ما عنده، لا ده بيحاول يظهر حاجات ممكن هي أصلا ما تكونش عنده. وهي كذلك بتحاول انها تتكلف وتحاول بقدر الامكان انها يعني تكون رقيقه جدا، وممكن هي تكون رقيقه وممكن ما تكونش كده، فبتحاول انها تتكلف عشان تكون في اجمل وابهى واحسن صوره. عشان كده بقول مش مصلحتنا ان احنا نطول، خصوصا ان بتحصل مخالفات وبتحصل مشاكل يعني في فتره الخطوبه اكتر من المخالفات اللي بتحصل في فتره العقد. واحنا قلنا مش عايزين نبدا اي جوازه بمعصيه، مش الجواز وبس، مش عايزين نبدأ أي حاجة في حياتنا يا جماعة بمعصية ربنا سبحانه وتعالى، لأن المعصية شؤم ولأن الطاعة كلها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. الله أكبر، تلاقي نفسك وانت رايح تتجوز لما تطيع ربنا وتعتبر الزواج دوت أنه عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تلاقي فيه بركة في الزوجة وبركة في أهل الزوجة وبركة في أولادك اللي هيجوا من الزوجة وبركة في البيت اللي هيشملك ويضمك أنت والزوجة. هتلاقي بركة في حياتك كلها بسبب أن أنت أطعت ربنا سبحانه وتعالى.
برضو من ضمن الحاجات اللي قلناها يا جماعة ان احنا عايزين ان الخطيب يعني زياراته تبقى قليلة شوية، يعني عشان يكون ضيف خفيف ويعني ويبقى لذيذ كده على الأسرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زر غبا تزدد حبا. يعني غيب وزور عشان الناس تحبك أكتر، مش يبقى زيارة يومية وتلاقي الناس تمل منك وتصبح بالنسبة لهم زي يعني زي الكابوس. لا، احنا عايزين الزيارة تبقى خفيفة كده، موعدها تكون مناسبة، وقتها يكون مناسب، يكون في تباعد بين فترات الزيارة خصوصا للخاطب، وما يكونش الجلوس بانفراد. يا جماعة لا يخلو الخاطب بمخطوبتي أو بخطيبتي، لأن هو ما زال أجنبيا عنها وليس زوجا. الخطوبة زي ما قلنا هي وعد بالزواج وليست زواجا. قلنا آخر حاجة عشان ما نطولش على حضراتكم ونخش في موضوع العقد بسرعة، عايزين نقول إن ينبغي على الخطيب إن هو يراعي الذوقيات الجميلة الحلوة اللي احنا ذكرناها في الحلقات اللي فاتت. والذوقيات دي يا جماعة دي بتعبر عن مدى أخلاق المسلم، واحنا قلنا أخلاق المسلم دي يعني لابد أن تكون في السماء، لأن أخلاق حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت في السماء. سئلت أمنا عائشة كما في الصحيح، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أقرأت القرآن؟ قال: أجل، ما بين دفتيه، يعني من جلدة لجلدة. قالت: كان النبي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فعايز تتأسى بالنبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لازم نتأسى بأخلاق النبي. قال صلى الله عليه وسلم، وضح لك ان ترمومتر الايمان في قلب العبد هو الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ان اثقل شيء يوضع في الميزان يوم القيامه حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجه الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: انا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: احاسنكم اخلاقا. ميزانك هيتقل وايمانك هيعلى، وهتبقى يوم القيامة بتبلغ درجة الصائم القائم، وفوق ده كله أجمل من ده كله تبقى أقرب واحد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل ما خلقك يكون أحسن، كل ما تقرب أكتر وأكتر من حبيبك صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلنا في الخطبة لابد يراعي الذوقيات الجميلة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت لما حتى يحصل وفاق بينك وبين أخت وخلاص وافقت عليها، إن أنت تقول وتعرض الموضوع بشكل جميل جدا، تعرضه بشكل إن أنا فعلا أنا سعيد جدا بهذا النسب يا عمي، والله العظيم انا فرحان جدا، يعني فعلا انا حاسس ان ربنا راضي عني وبيكرمني بيكم وبهذه الاسره الطيبه المباركه وبهذه الاخت الفاضله اللي الحمد لله هي ثمره من ثمرات حضرتك وتربيه حضرتك الجميله الراقيه. الراجل يحس فعلا بان انت بتقدره وفعلا بتحبه وبتعزه. وفي حاله الرفض قلنا يا جماعه انه يقول باسلوب جميل كده: والله يا عمي انا سعيد جدا، انا لو ما كسبتش من الموضوع ده كله سوى ان اتعرفت على إنسان فاضل زي حضرتك أبقى فعلا كسبان. ربنا يبارك في حضرتك، بالله عليك من هنا ورايح اعتبرني ابنك، يا ريت ما نقطعش حبل الود ما بيننا، وتتصل بيا واتصل بيك، ولو عايزني في أي حاجة أنا تحت أمر حضرتك. والحقيقة أنا استخرت ربنا والأخت أكيد استخرت ربنا، وأسأل المولى عز وجل إن ربنا يرزقها بواحد أفضل مني، فأنا والله ما استحقش الأخت الفاضلة دي. شوف الكلام الجميل، مش بقى ما عجبتنيش عشان وعشان وأنا كنت الحقيقة حاطط في راسي يعني أو حاطط في مخيلتي إن الواحدة دي تكون مواصفاتها كذا وكذا، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل انا فوجئت بانها كذا. كلام يجرح، كلام يجرح، وللاسف بيقال من بعض الناس. يعني طبعا احنا عايزين الذوقيات ديت نراعيها جدا جدا. حاجه تانية عايز اقول ان عشان الاخت الفاضله يا رب يزود كل شباب المسلمين وبنات المسلمين، قولوا امين امين يا رب العالمين. عشان الاخت برضه تحسن اختيار الزوج الصالح، لابد هنا ياتي دور الام الصديقه والاب الصديق. قال جل في علاه: وصاحبهما في الدنيا معروف، مصاحبه. انت صاحب للام والاب، والام والاب اصحابك وحبايبك. ما ينفعش اخويا حبيبي يبقى سرك مع صاحبك ومش مع والدك، وما ينفعش اخت الفاضله يبقى سرك مع زميلتك ومش مع والدتك. زميلتك ممكن تفشي سرك وممكن تضيع حاجات كتيرة في حياتك، وزميلك نفس الحكاية ممكن يفشي سرك وممكن يدمر حياتك. إنما أبوك وأمك حبايبك، هم سترك وغطاك، لا يمكن أبدا يفشوا لك سرا ولا يمكن أبدا يضروك أو يأذوك. حاول تخلي أبوك هو صاحبك وصديقك، وحاول تخلي أمك صاحبتك وحبيبتك، وحاول تخلي نفس الحكاية أبوك صاحبك وصديقك وأمك حبيبتك وقريبة ليك. ولو في سر روح احكيه للأم وللأب، إن شاء الله هينصحوك
يرجوك نصيحة خالصة لوجه الله، عايزين لك الخير، بيتمنوا ان انت تكوني احسن منهم. الانسان ما بيتمناش ان في حد يكون احسن منه الا اولاده بفضل الله سبحانه وتعالى، فعشان كده هتبقى النصيحة خالصة لوجه الله، وهيقدروا يفيدوك، وعندهم خبرة ما شاء الله، خبرات العمر كله عشوها، يقدروا يقولوا لك ايه افضل حاجة تنفعك في هذه المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو تلاحظ، شوف القرآن بيحكي لنا برضو عن هذا المثال العظيم، الرجل الصالح من أهل مدين، لما يعني سبحان الله بمجرد ما بنته قالت له يا أبت استأجر، في قصة سيدنا موسى لما راح مدين وسقى للبنتين أولاد الرجل الصالح، وهذا الرجل الصالح ليس شعيبا، يعني على إيه يعني بعض الناس بيظن هو سيدنا شعيب، لا هو مش سيدنا شعيب، لأن هناك فرق وسنين طويلة جدا بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى عليهما السلام. شاهد في الموضوع ان هذا الرجل الصالح من اهل مدين لما جات له بنته وقالت له يا ابت استأجر، ان خير من استأجرت القوي الامين، خلاص هو عرف ان هو قوي وامين. وخدوا بالكم بقى من حاجه، لما قالت له القوي الامين قال لها طب ما ادراكي بقوته وامانتي، قالت له اما عن قوتي فقد حمل حجرا، الحجر اللي كان محطوط على البئر، الناس بعد ما سقوا وخدوا المايه اللي عايزينها قاموا قفلوا البئر بحجر لا يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء كمان، فلما قفلوا فالبنتين مش عارفين يعملوا، عايزين يسقوا يعني عايزين ميه، يقدر ربنا ان سيدنا موسى يقوم شايل الحجر اللي كان شايله 10 رجال، شال هو بايديه كده بكل ايه بكل خفه، ويعني ما شاء الله. فشاهد في الموضوع قالت له هذه قوته، قال وامانتي، ايش عرفك ان هو امين؟ قالت له لما حبيت ان انا ادعوه عشان انت عايزه وجاي في السكه معايا، جيت ماشي قدامه قال لها لا ما تمشيش قدامي، امشي ورايا، ولو حبيت تعرفيني الطريق احذفي لي بحصاه يمين شمال قدام، هعرف انت قصدك امشي في انهي اتجاه حتى لا تأتي الريح فتنكشف ثيابك فأرى ما لا يحل لي. فقال لها فعلا ده رجل قوي وامين صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى طبعا. فالمهم فقال له في التو اللحظة اول ما قالت له يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. خدوا بالكم هو حريص جدا على انه يجوز بنته من سيدنا موسى عليه السلام، ليه؟ لان ما دام رجل عنده قوه وعنده امانه ده يبقى يعني زي بلغه العصر كده عريس لقطه، لا يمكن تتوفر في انسان قوه وامانه بسهوله كده، هتلاقيه نوع نادر جدا جدا من الرجال خصوصا في هذا الزمان. فلما عرف ان هو قوي وامين يعني عنده دين عنده خلق ما عنده مروءه ما شاء الله، فاول حاجه عملها كان ممكن يقول له ايه، هي قالت له يا ابا تستاجر، كان ممكن يقول له انا اريد ان اؤجرك عشان يعني ترعى لي الغنم وتشوف لي الارض بتاعتي، لا لا لا، قال ده اللي زي ده لابد ان احنا نناسبه، لابد يكون واحد من العيله، ده لازم يكون ابني. فقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، طب قال له احدى ابنتي ليه؟ لانه ممكن سيدنا موسى لو شاف البنتين فممكن يختار واحده غير اللي هي جت تقول له يعني ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا. فهو ما حبش ان هو يقطع عليه الحبل، فقال لا اللي اختارها يتجوزها، المهم ان دوت يبقى جوز بنتي من بناتي. قال اني اريد ان انكحك احدى بناتي هاتين. خد بالك بقى، طب هو سيدنا موسى معوش فلوس، ده رجل غريب جاي من بلد غريبه، هو عارف انه اكيد معوش حاجه، فقال على ان تاجرني الثمانية حجج، ترعى الغنم عندي 8 سنين، لو حبيت تزودهم 10 دي حاجه من عندك، اما اللي انا بطلبه منك هو المهر بتاع بنتي 8 سنين رعي الغنم عندي. واخد بالك سبحان الله، وكان هو في نفس الوقت هذا الرجل الصالح من مدين حاسس ان سيدنا موسى هينقي البنت اللي راحت له، ليه؟ لانه شاف اخلاقها، هي لما راحت له يا جماعه ما قالتلوش بقى ده انا عندي ليك مفاجاه حذر فذر تبقى ايه، ما قالتلوش الكلام ده، ده قالت له ايه، ان ابي يدعوك، ابويا مش انا ده بابا، واخد بالك، او ابي، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ووضحت له عشان ما يبقاش في ريبه. وبعدين قبل ده كله ايه، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، الله، كان الحياء اصبح يعني بساط هي ماشيه عليه، تمشي على استحياء، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فراح بقى لسيدنا لهذا الرجل الصالح من اهل مدين وطلب منه ان هو ايه، ان هو يتزوج احدى البنتين. والعجيب ان سيدنا موسى اختار البنت التي جاءته على استحياء فتزوجها وانجبت له يعني صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك زي ما قلت لحضرتك هذا الرجل لم يشق ابدا
على سيدنا موسى في مسألة يتجوز مين فيهم، قال له يعني اتجوز انت عايزها، وفي نفس الوقت انا مش طالب منك حاجة خالص، المهر اللي انا عايزه منك هو ان انت تخدمني وترعى الغنم لمدة يعني 8 سنوات. وده اللي حصل فعلا. سيدنا موسى ما اختارش الثمان سنوات، رجل خيره بين 8 و10، اختار سيدنا موسى اتم الاجلين، اختار 10 سنوات ووفى لهذا الرجل، وكان هذا مهر هذه الفتاة. نكمل موضوع العقد ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل. يعني بحبكم في الله وأتمنى وبسأل المولى عز وجل ليل ونهار والله إن ربنا يرزق أخواتنا العفاف ويرزقهم جميعا بأزواج صالحين يا رب العالمين، ويرزقهم بعد ذلك بالذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بالصلاح والإيمان، اللهم آمين. تعالوا نكمل موضوع العقد. إحنا النهاردة هنتكلم عن بدايات العقد، مش هنتكلم عن العقد نفسه إلا معانا حلقتين ثلاثة معانا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم أنا في انتظار الاس ام اس والأسئلة بتاعتكم، خصوصا على الجروب بتاع البرنامج على الفيسبوك. عايزين نعرف كل الأسئلة التي تتعلق بالعقد، تبعتوها لنا علشان نبتدي ندرس الموضوع ونشوف بقى كل اللي محيركم في الموضوع ده ونبتدي نجاوب عليه. عايزين نعيش عيشة إسلامية، عايزين نفتح ونعمر بيوت المسلمين بالخير والصلاح، وعايزين نقول إزاي نأسس بيت مسلم زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن البنت قبل العقد، يعني ممكن هي اتخطبت ولكن قبل العقد اكتشفت ان الاخ الملتزم اللي هو ما شاء الله ظاهره الصلاح، اكتشفت في النهاية ان هو ما فيش لا صلاح ولا اي حاجة خالص من مرة، واكتشفت انه كان منظر وبس. تعمل ايه في الوقت دوت؟ هتعمل ايه في الوقت دوت؟ هتروح تصارح اهلها ولكن بكل ادب، يعني هو شافت منه أشياء أو عرفت عنه أشياء وتأكدت إن هذا الإنسان ممكن ما يكونش ملتزم قوي، أو يكون التزامه هش جدا، أو إن هو يكون بيتظاهر بشيء، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إنها عرفت عنه أشياء تانية، وهذه الأشياء تقضح في مروءة هذا الإنسان أو في أخلاقه أو في تدينه، والحاجات دي ممكن ما تنفعش إنها تكمل معاه حياة زوجية، وإلا في أمور تانية ممكن تكمل معاه الحياة الزوجية ولكن يعني مع شيء من التنازلات. لكن في أمور فعلا أساسيات يا جماعة، يعني ما ينفعش الراجل يكون كذاب، ما ينفعش يكون خائن، ما ينفعش يكون إنسان يعني ما بيصليش، في أمور معينة ما ينفعش نتنازل عنها، لكن ينفع حاجات تانية معينة نتنازل عن بعض الأشياء. كان بيقول مستوى الاجتماعي مش عارف يعني، أو هو مثلا كان بيظن أن مستوى الاجتماعي يتناسب مع هذه الأخت، لكن اكتشفنا أن مستواه عادي، ما هوش وحش، له قوي ولا فوق ولا تحت، يعني وسط، فما فيش مشكلة ممكن نتنازل. إنما في أمور معينة لا يمكن أن نتنازل عنها أبدا، وعشان كده بقول في الوقت ده هي تروح لأهلها، وزي ما قلنا دور الأم الصديقة والأب الصديق، وتبتدي تقعد معهم، ويا أمي حصل كذا ويا أبي حصل كذا، وأنا اكتشفت أن هذا الإنسان يعني غير مناسب ليا، فأنا أستأذنكم أن أنتوا توصلوا له المعلومة ديت، وأن احنا يعني كل واحد يروح لحاله وربنا يرزقه بواحد أحسن مني، وأنا ربنا يرزقني بواحد أفضل منه. في الوقت دوت الأب بيتصل بالشاب برضه بكل ذوقيات. يا جماعة يا ريت دايما كل الأمور ما بيننا سيبوا الباب موارب. بزعل جدا جدا أن بعض الناس ممكن لما يكون حصل مشكلة ما بينهم وإذا خاصم فجر، بزعل قوي قوي لما أشوف الكلام ده، يروح يشهر بيها وهي تروح تشهر بيه ويتكلموا على بعض. ليه؟ انت مسلم وهي اختك المسلمة، لو ما كانتش زوجتك هي اختك، وانت نفس الحكاية لو ما كانش زوجك هو اخوك المسلم، فما ينفعش نتكلم على بعض وما ينفعش ان احنا نجرح بعض. بالعكس باسلوب ذوقيات عالية كده الاب يتصل بالشاب، سلام عليكم، ازيك يا ابني، والله انا سعيد جدا يا ابني بمعرفتك، وفعلا يعني فرحان من يوم ما دخلت بيتنا، والحقيقة انا حتى لو ما كانش بنتي من نصيبك فيكفيني ان انت من نصيبي، ان انت ابن ليا، الحمد لله انا كسبت ابن جديد. والحقيقه ابن ربنا يبارك في حضرتك، انت عارف ان الجواز نصيب، ويعني ممكن في امور معينه بتبقى وجهه نظر عند الاخت او عند حضرتك، وبتحس ان ممكن مثلا حياه يعني ممكن ما تنفعش تكمل بطريقه ما، او باسلوب حلو كده، ويقول له مثلا بنعتذر لك يا ابني، والله احنا بنعتذر لك ان انت تبقى جوز بنتنا، لكن مش ممكن هنقبل اعتذارك عن ان انت تبقى ابننا. شفت الكلمة حلوة ازاي؟ بنعتذر لك ان انت تبقى جوز بنتنا، لكن مش هنقبل اعتذارك في ان انت تكون ابننا، انت من النهاردة انت ابننا. في حد في الدنيا يا جماعة يرفض هذا الكلام الجميل؟ فبيرفض واكب باسلوب حلو وجميل، لكن في المقابل بقى لو كان الشاب كويس وسألنا عنه واستخرنا ربنا وسألنا عنه وعرفنا انه من أسرة طيبة وانه انسان مهذب ومتدين وخلوق، خلاص يبقى كده هنخش على موضوع العقد ونبتدي نتكلم عن موضوع العقد. عايز اقول حاجة يا جماعة،
قبل ما نعقد وقبل ما زي ما بيقولوا كده بالمثل المصري قبل ما الفاس تقع في الراس يا ريت نتفق على كل حاجة، مش عيب وما تتكسفش ومش مشكلة خالص ان انت تقعد مع الاخ اللي جاي يتقدم لبنتك عشان تضمن مستقبل بنتك وفي نفس الوقت تطمن لهذا الشاب، ان انت تقعد وتحط معاه الاسس كلها وتتفق معاه عن المهر والشبكة وعن العفش وعن كذا وعن الشقة وعن كل حاجة، اتفق ده حاجة ما تزعلش ابدا، عايزك تحط الاسس كاملة، حطوا كده أسس عندك. هنتفق على الشقة، هنتفق على الشبكة، هنتفق على العقد هيكون فين، هنتفق على المهر، هنتفق على كذا على كذا، على كل حاجة حط النقاط ديت واطلب منه أن يجي لك أو تروح له أو تتقابله في مكان محايد وقعدوا مع بعض جلسة محبة كده، أنت أب لي وهو ابن ليك وقعدوا دردشوا مع بعض وقول له يا ابني بعض الأشياء يا ابني، وإن كان أنا بالنسبة لي والله يا ابني أنت ابني وغالي عندي وفي غلاوة بنتي وهي بنتي وأنت ابني، لكن كل ما في الأمر بس من أجل بس يعني إيه ان احنا نعرف ايه المطلوب مننا وايه المطلوب منك، هنجيب ايه هنجيب ايه، هنظبط دنيتنا ازاي، الفرح يمشي ازاي، الجوازه تتم ازاي، عشان بس تبقى الامور كلها متفق عليها ونكتب ورق بالكلام ده وانا امضي عليها وانت تمضي عليها ونتفق مع بعض، ويا ريت لو كان في شهود عدول قاعدين ناس افاضل يشهدوا على الكلام ده عشان لما نيجي نتكلم نقول لا يا جماعه والله اتفقنا وادي الورق اللي احنا اتفقنا عليه وادي الكلام وممضي عليه من فلان ومن فلان، ناس عدول وافاضل وناس بيصلوا ناس أصحاب جباه ساجدة لله سبحانه وتعالى، الكلام ده كله بفضل الله يعافيك من كل المشاكل، يعني التعاقد ده شيء عظيم جدا جدا إن احنا نتفق قبل ما نعمل أي حاجة، والله يا جماعة بيشيل عن 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 كاهل الإنسان مشاكل كبيرة جدا، ياما ناس دخلوا مع بعض في تعاقدات وشراء حاجات و وحصل ما بينهم خلافات بسبب إيه؟ بسبب إن ما كانش فيه اتفاق واضح. هو بيقول لفلان اشتري لي مثلا حاجة معينة، فلان دوت فهم حاجة تانية خالص فجاب له الحاجة التانية فقال له لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه، قال له ازاي ده انا فهمت كده، شوف جت المشكلة فين، جت المشكلة من ان ده فهم حاجة وده فهم حاجة، لما نقعد مع بعض مثلا حضرتك هتشتري لي عربية هتشتري لي نوعها ايه، والله هشتري لك نوعها كذا، طب لونها ايه، نقول لونها كذا، موديل كام، موديل كذا، سعرها كام، سعرها كذا، اتفضل يا اخي روح اشتري لي، جاب له نفس اللي هو عايزه خلاص. اما لو كان راح جاب له بقى موديل تاني ولون تاني ويقول له انا فهمت حاجه تانيه خالص، هنا بتحصل المشاكل. فعشان كده بنقول نتفق على كل حاجه، ولان بعض الناس تيجي تقول له عم الحاج حضرتك اتفقت مع العريس اللي جاي لبنتك، يقول لك يا عم الشيخ مش المساله مش مستاهله، ده اخ في الله احنا لا يمكن نختلف ابدا، ومع اول مشكله يحصل الاختلافات والراجل بعد ما يتاكل ضربه كده جامده يقول اخ، يبقى فعلا خد الاخ من الايه من الاخ، يعني سبحان الله. فاحنا عشان كده بنقول لابد يكون الامور كلها واضحه. شوف الرجل الصالح من اهل مدين عمل ايه يا جماعه الخير، عمل ايه حبايب قلبي، لما جه عشان يجوز سيدنا موسى من بنته قال له ايه، قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، كلام واضح على جاب تعاقده، كلمة على دي هو ده التعاقد بقى كله، على أن تأجرني ثمانية حجج، خد بالك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني أنا مش بطلب منك إن أنت يعني تكرمني وطلع الغنم عندي 10 سنين، أنا بقول لك اللي مطلوب منك 8 سنين، حبيت تزودهم 10 يبقى جزاك الله خيرا، دي من عندك أنت، ده كرم أخلاق يعني. وفعلا كان طبعا سيدنا موسى أتم يعني أكمل الأجرين لأنه رسول من أولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. شاهد في الموضوع ان التعاقد، شوف هو رجل اهو رجل صالح اهو من اهل مدين، ما سابش المساله ما سابش المساله عايمه، انما عمل ايه؟ قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي على ان تاجرني 8 حجج، ده المطلوب منك بالتحديد، كذلك انت اعمل كده مع عريس بنتك، يا ابني يا حبيبي بنتي دي ثمره قلبي، دي حته من قلبي، ده انا بديك حياتي بديك روحي، لكن المطلوب من حضرتك انك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا يبارك فيك علشان اكون يعني حاسس ان بنتي هتكون مرتاحه مع حضرتك، والا فالدنيا كلها يا ابني ما تساويش والله الشراك نعلك، انت عندي اغلى من الدنيا واللي فيها، لكن كل ما في الامر دي امور لابد انها تتم عشان ربنا يكرمنا ونبقى مطمئنين على حضرتك وعلى بنتنا. طيب يبقى لازم في قاعده ولازم في اتفاق على كل حاجه، طيب انا بتحرج والله. انا بتكسف يعني هجيب الشاب بعض واقول له انا عايز منك شبكه بكذا وشقه بكذا ومش عارف ايه. موضوع محرج قوي، بسيط قوي، نحط حد في النص كده وسيط، انسان فاضل انسان صالح، ونقول له يا فلان احنا طلباتنا كذا وكذا وكذا. وعايز اذكركم بقى يعني يا جماعه احنا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبناتنا مش احسن من بنات النبي
صلى الله عليه وسلم. فيا جماعة يا ريت يعني إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. اوعوا تنسوا كلمة النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة قيمة بنتك مش بالفلوس اللي جاية تدفع فيها. بنتك ما هيش بيعة ولا شروة. بنتك دي والله الذي لا إله غيره. والله لولا أن الله، وركز معايا في الجملة دي، والله لولا أن الله أمرنا أن نزوج بناتنا، والله ما كان حد فينا يرضى يجوز بنته. جوز بنتي ليه؟ بنتي دي خلاها في حضن العمر كله، دي حبيبة قلبي، حتة من روحي، تفضل قاعدة معايا وتعيش في عز أبوها وتاكل وتشرب وتتنعم و لكن ربنا أمر إن احنا نجوز بناتنا ونعف بناتنا. ولولا كده ما كان حد، يعني عن نفسي ما كنتش ممكن أجوز بناتي أبدا، لكن اللي أقصده إن ربنا أمرنا. فلما نجوز مش هناخد بنتنا بقى سلعة، وإلا ما أنا ممكن أجوزها لواحد ملياردير وبعد شهر ونص ولا بعد شهر ولا بعد أسبوع يرميها لي ويرمي لي عليها قرشين. هعمل إيه بالقرشين؟ بنتي دي لابد إن أنا أحافظ على قلبها وعلى عواطفها ومشاعرها، ولابد إن أنا أضمن لها عيشة كريمة. وشفنا قبل كده يا جماعة قد إيه إن سعيد بن المسيب لما اتعرض عليه إنه يجوز بنته من الوليد بن عبد الملك اللي هو يعني أمير المؤمنين، ويعني أبويا اللي هو عبد الملك بن مروان كان أمير المؤمنين في الوقت ده، وابنه هيبقى أمير المؤمنين بعد كده أو يبقى خليفة المسلمين، ورغم ذلك رفض وراح جوزها لشاب فقير جدا اسمه كثير بن أبي وداعة. وجوزه على إيه؟ على درهمين أو ثلاثة كما ورد ذلك في الحلية لأبو نعيم والسير للإمام الذهبي. فشايف الموضوع ان بنتك ما هيش بيعه ولا شروه. بنتك دي اغلى عندك من كنوز الدنيا. بالعكس ده انا اجوزها لواحد واصرف عليهم هما الاثنين، وانا بقولها والله بالفم المليان، بقول اجوزها لواحد صالح واصرف عليهم واضمن انها تكون سعيده، اولى من اني الدفاع اللي فيها 2 مليار مش 2 مليون كمان، وهيحس ان بنت عايشه في شقاء وفي تعاسه. فشايف الموضوع يبقى احنا لازم نتفق على كل حاجة علشان ما يحصلش اي مشاكل يا جماعة، وعلشان الامور تبقى كلها ورقة بيضة وصفحة بيضة، والاتفاق ما يزعلش ابدا. وانا تنازل شوية وانت تتنازل شوية، ونحاول بقدر الامكان انت ترخي شوية وانا ارخي شوية، ونحاول نقرب الامور، لان المسألة في النهاية جواز مش بيع وشروة يا جماعة المسلمين. ربنا يحفظكم وبارك فيكم. الحاجة التانية عايزين نتفق على الفرح. هنتفق على الفرح هيكون فين؟ هنعمل فرح فين؟ عندكم ولا عندنا؟ هيتعمل في فندق ولا في مسجد؟ احنا عايزين نقول انه في مسجد، بس احنا بنقول ايه واحده واحده نتفق مع بعض يعني. وطبعا هيجي حلقه كامله عن موضوع الفرح وازاي اقامه الفرح، وهيجي بقى موضوع اداب الزفاف، هنعرف كل حاجه. بس انا بقول اسس معينه لازم نتفق عليها. هنعمل الفرح فين؟ تكاليف الفرح على اهل العروسه ولا على اهل العريس؟ هنعمل ايه بالظبط؟ كل حاجه نتفق عليها. وهنجيب ايه في الفرح؟ هنجيب جاتوهات وحاجات كده ولا هنجيب حاجات تانية خالص؟ طب هنعمل هنذبح ونعمل وليمة وكده ولا هنعمل ايه؟ هنتفق على كل حاجة. ادق التفاصيل اللي ممكن تكون مملة عند بعض الناس لازم نتفق عليها، علشان يبقى الاتفاق كله ما يزعلش. نيجي عند الفرح يا جماعة اذكركم احنا اتفقنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، فاكرين؟ اه طبعا فاكرين، ما انت عندك الورقة وعندنا الورقة، فخلاص اتفقنا، خلاص اتفقنا، الفرح بيتم زي الفل. انما نيجي نفاجئ في يوم الفرح بمشاكل وحاجات وما اتفقناش على كده وما حصلش وانا ما قلتش وانت ما قلتش، لا الورقة موجودة اتفقنا على كذا وكذا وكذا وانت كاتب وانا كاتب والمسألة جميلة ومتيسرة واتفقنا مع بعض واحنا عيلة واحدة واسرة واحدة والدنيا جميلة وحلوة. ويعني عايزين نقول ايه؟ ان الاتفاق بيريح. برضو نفس الحكاية، هنتفق على الشبكة. على الشبكة هنتفق على الشبكة. العريس هيجيب شبكة بكام وهيجيبها منين؟ خدوا بالكم. وهيجيب ذهب ولا من ضمن الذهب فيه ألماظات، ولا هيجيب ايه بالظبط؟ طب هيجيب انسيال ومثلا وسلسلة ولا غوايش ولا هنجيب ايه بالظبط؟ بنتفق. والله يا جماعة أنا مقدرتي أجيب شبكة مثلا ب10,000 جنيه، أو مقدرت أجيبها ب25,000 جنيه، أو مقدرت أجيبها ب2,000 جنيه، أو مقدرت أجيب خاتم، وأنا واضح من البداية. مش بقى أقول لهم لا 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 ده أنا هجيب لها الشبكة إن شاء الله ب200,000، وقبل الشبكة بيوم يقول لهم قدر الله ما شاء فعل، لسه مسروق امبارح يعني، واخد بالك يعني، ما تسرقش إلا في يوم الشبكة. لا خلينا واضحين وخلينا صراحة يا جماعة، الأمور بتبقى جميلة قوي لما يبقى في صراحة من الطرفين. طيب انا الشبكه ديت هديتي لهذه الزوجه، تمام، او انها تكون جزء من المهر،
وبعدين دي زوجتي، يعني انا المساله مش مساله فقط هجيب لها غوشتين وانسيال ومش عارف وخاتم وسلسله، لا دي يا جماعه ده انا كل ما ربنا يوسع عليا هوسع على زوجتي وهجيب لها اكتر واكتر، وهملا ايديها ذهب وهملا صدرها ذهب، هجيب لها ليه عايزاه كله بس ايه يعني صبرا عليا. فانا في البدايه ما قدرت اجيب شبكه ب 10,000 جنيه، خلاص ما فيش مشكله، يبقى اتفقنا. لان ممكن تحصل مشاكل بايه؟ ان هجيب لها شبكه ان شاء الله قيمه جدا، قيمه دي بالنسبه له هو اقصاها سقفها يعني زي بيقولوا كده 5,000 جنيه. اهل العروسه فهموا كلمه قيمه لان هم ناس غناي، فهموا قيمه ايه 50,000 جنيه. راحوا عند الجواهرجي ولسه هيبتدوا يشتروا الشبكه، فالام عينيها جت على خاتم الماز وسلسله مش عارف عامله ازاي وانسيال عامل ازاي. فالولد او الشاب فجاه لقى نفسه هيدفع 50,000 جنيه قدام الجواهرجي، حصلت مشاكل وفضايح. يا جماعه انا متفق على او انا في ظني ان الشبكه مش هتزيد عن 5,000 8,000 كتير. ازاي يا ابني؟ ده بنت خالتها جايه لها شبكه ب 150,000 وبنت عمتها جايه لها شبكه ب 100,000 ومش عارف ايه، واحنا قلنا يعني نتواضع ونجيب شبكه ارديح ب 50,000، واخد بالك؟ فطبعا حصلت مشاكل وفضايح قدام الجواهرجي واضطروا يمشوا بعد ما نقوا. طب ليه ما نتفق من الاول؟ ممكن الام بقى تطلع بقى يعني ست كده ذكيه وجميله ومتهوده فتقول يا ابني مقدرتك ايه يا ابني؟ والله يا امي انا مقدرتي مثلا اجيب شبكه مثلا ب 10,000 جنيه. طب يا حبيبي هات الشبكه ب 10,000 جنيه وانا دي بنتي وحبيبتي، عشان برضو انت كمان يبقى صورتك ومظهرك قدام الناس جميل، انا حطلها 10,000 جنيه من عندي دي هديتي لبنتي، فهنروح نشتري شبكه ب 20,000 جنيه، خد مني ال 10,000 يا ابني وانت ضم عليها ال 10,000 بتاعتك ونجيب شبكه حلوه كده ب 20,000 جنيه. شفت الكلام؟ فلما يكون في اتفاق من الاول الدنيا بتبقى جميله وحلوه وتبقى واضحه ومفيش اي مشاكل ما بين الناس خالص بالمره بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن المفاجآت هي اللي بتعمل مشاكل وبتسبب احراج، وممكن يكون الشاب مندفع فيقول كلمه مش كويسه فما تتمش الجوازه، او ممكن يكون الام او الاب مندفعين فيقولوا كلمه وحشه تجرحه فما تتمش الجوازه، وفي النهايه تبقى فضايح قدام الناس وتعرف انه خلاص فلان ده هيعقد عليها يوم كذا، وبعدين اختلفوا قبلها على موضوع الشبكه فخلاص بقى لا جواز ولا عقد ولا اي حاجه وكل واحد يروح لحاله. نتفق والاتفاق ما يزعلش. بقول النصائح ديت لان يا جماعه انا راجل دعوه 18 سنه داخل جوه مشاكل المسلمين وشايف ايه اللي بيحصل والمشاكل ايه اللي بتحصل، فانا عشان كده بقول ان بديك خبره عمري كله في ان احنا نتفق ونظبط امورنا علشان ما يحصلش اي مشكله. طيب هنتفق على المهر، وموضوع المهر ده موضوع كبير جدا، ده هيجي موضوع يعني حلقة كاملة عن موضوع المهر، وهنستقبل من حضراتكم الأسئلة الخاصة بموضوع المهر كاملة، واخد بالك؟ فهنتكلم عن موضوع المهر، المهر ده يكون قد إيه؟ وهيكون المهر كله عاجل مقدم يعني ولا مؤخر ولا جزء مقدم وجزء مؤخر؟ ينفع التلاتة؟ ينفع أي حاجة من التلاتة، لكن الكيفية هتكون إزاي؟ ده اللي إحنا هنعرفه بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وإن شاء الله هنتلقى اتصالاتكم بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير. وزي ما قلت لكم عايز منتظر الرسائل بتاعتكم على مع الجروب في يعني على الفيسبوك إن شاء الله، كل الأسئلة الخاصة بالعقد عشان نبتدي يعني نتناول هذه الأمور من الحلقة القادمة إن شاء الله. عايزين نقول هنتفق على المهر، المهر يبقى قد إيه؟ ويا ترى المهر ده هيبقى مقدم ولا مؤخر ولا جزء مقدم وجزء مؤخر؟ الفقهاء قالوا يجوز التلاتة، يجوز ان المهر كله يدفع دفعة واحدة في الاول، ويجوز ان يبقى مؤخر يتقسط على الزوج طول ما هو عايش مع زوجته ولحد ما يخلص الفلوس كلها، ويجوز ان يكون مؤخر بعد كده يدفع في اي وقت جملة واحدة، مفيش مشكلة، التلات احوال يجوزوا. لكن عايز اصحح معلومة عند بعض الناس بكل اسف كتير من المسلمين فاهمينها غلط. اللي هي ايه؟ الناس فاكرة ان المؤخر مرتبط بالطلاق او بالموت. يعني ايه؟ يعني هو دفع قال يا جماعة المهر مثلا 50,000 جنيه، 10 مقدم و40 مؤخر، فدفع ال10 المقدم واضح كده وبقى 40 مؤخر، هو معتقد ان ال40 دولت بيدفعوا عقوبة ليه لما يطلق زوجته،
الموضوع مش كده خالص. ده حق الزوجة حتى لو انت عايش معاها وما طلقتهاش، ده حقها لازم تاخده، إلا إذا هي بقى تنازلت وعفت، يعني حاجة مروقة منها كده وقالت له حبيبي أنا مش عايزة منك حاجة، أنا يعني بريتك من المهر أو من المؤخر يعني، ومش عايزة منك يعني فداك، مش عايزة حاجة خالص. واخد بالك؟ في الحالة دي خلاص تسقط عنه المهر، لأن هي صاحبة الحق الوحيدة، مش أبوها ولا أمها، لا هي صاحبة الحق الوحيد في مسألة المهر سواء مقدم أو مؤخر، خدوا بالكم. فالموضوع مش مرتبط بالطلاق، الناس فاكرة إنه ما دام طلقها يبقى يدفع المؤخر، لا ده ومن غير ما يطلقها بيدفع المؤخر. واضح يا جماعة؟ أنا عن نفسي دفعت مؤخر مهري لزوجتي وهي معايا، فما فيش اي مشكله خالص. فالامور مش زي ما الناس فاهمه، انه لا ما بيدفعش المؤخر الا اذا طلقها او الا اذا مات فبيتخصم من الميراث. انا عايز اقول حاجه، انه لو قدر ان هو عايش معاها فبيحاول يقسط لها المهر اللي هو المؤخر ده يعني على قد ما يقدر، قدر يدفعه لها مره واحده يدفعه لها، هي عفت خلاص عفت. طب هو ما حصلش بقى عفو ولا حاجه والمهر ده في رقبه هذا الرجل لازم يدفع لها المهر، حصل حاجه من الاثنين، اما ان هو مات او هي ماتت، هو لسه ما طلقهاش، هو مات، ايه اللي حصل في الوقت ده؟ لو هو مات بيتخصم المهر بتاع الزوجه من الميراث قبل ان يقسم الميراث، احفظوا الكلام ده. لو هو مات قبل الزوجه وما كانش دفع لها المؤخر فدي امانه في عنق هذا الرجل علشان ما يعذبش بسببه بعد الموت، ده دين عليه يا جماعه، ده دين على الزوج، واحفظوا الكلام دوت. لو هو مات قبل الزوجه، هو مات قبل زوجته، فبيتخصم المهر اللي هو المؤخر كله، لو مثلا 50,000 وهو الميراث بتاعه مثلا بيبلغ مثلا 200,000، يتخصم ال 50,000 ويتحطوا للزوجه، تاخدها الزوجه، وبعد كده ال 150 يبتدوا يتقسموا على الورثه الشرعيين. طيب لو هي بقى اللي ماتت قبل الزوج، خدوا بالكم، فالمهر اللي هو من حقها اصبح في الوقت ده ايه؟ ميراث. إيه اللي يحصل؟ الزوج هياخد الربع بتاع المهر دوت لو كان عنده أولاد، وهياخد النص لو ما كانش عنده أولاد، وبقية المهر يقسم على الورثة. واضح يا جماعة؟ أمور خطيرة جدا ممكن يكون كتير من المسلمين مش واخدين بالهم منها، إن المهر يا جماعة دين على الزوج، المؤخر بالذات، المقدم هو الدفع خلاص، المؤخر بقى ده دين على الزوج، الا اذا كان دفع المهر كله خلاص خلصنا، انما لو دفع جزء ومبقي جزء ففي الوقت دوت بيحصل ايه؟ الجزء اللي دفع خلاص نسيناه، والجزء اللي ما اتدفعش بيسموه مؤخر، ما بيدفعش عند الطلاق بس، لا بيدفع حتى وفي حال انهم عايشين مع بعض. لو ما اتدفعش، لو ما قدرش يدفعه، لو نسي يدفعه، لو ما كانش عارف انه لازم يدفعه، حصل انه مات في الوقت ده يا جماعه، قلنا ان هي بتاخد المهر كاملا بيتخصم من ميراث هذا الزوج. اما لو هي اللي ماتت قبل ما هو وهو عايش يعني قبل ما يدفع لها المؤخر بتاع المهر، بياخد الربع لو كان ليه اولاد، وبياخد النص لو ما كانش ليه اولاد، وفي الوقت ده الباقي بيقسم على الورثه. طيب رقم 4، يا ترى هيبقى في قايمه ولا ما فيش قايمه؟ بعض الناس بيقول لك لا معلش بص بقى القايمه دي بدعه، مين قال لك انها بدعه؟ يقول لك اصلها ما كانتش على عهد النبي، هي امنا عائشه، ويقولوا كده بقى ويتشضحوا، يقول لك هي امنا عائشه كان ليها قايمه؟ ايوه حبيب قلبي، ما هو على ايام امنا عائشه ما كانش في مأذون، دي امور مصالح مرسله، امور حاجات الشارع لقى انها هي من العرف لكن لا تتعارض مع الشرع، بتحمي حق بنتك. ما انت النهارده لو ما كتبتش كتب كتاب بنتك عند مأذون، ممكن الزوج ده يطلع ما عندوش لا مروءه ولا نخوه ولا دين، يبقى مخلف منها 9 ويقول لها انت مين؟ انا شفتك قبل كده؟ يعني ممكن يقول لها انا ما اعرفكيش ولا اعرف عيالي دولت، تمام؟ انما لما يكون الكلام ده متوثق عند مأذون ما يقدرش ينكر ان دول ولاده وما يقدرش ينكر دي زوجته، واضح؟ وما كانش على ايام امنا عائشه مأذون. لكن الشاهد في الموضوع ان يجوز ان يكون في قايمه، لكن تكون قايمه كلها رحمه يا جماعه. ما يبقاش المساله ذبح، ما يبقاش المساله ذبح. وانا بنصح كل شاب ما تمضيش الا على اللي انت جبته، يعني ما يكونش انت جايب عفش ب 5,000 جنيه ويمضوك على قايمه ب 50,000 جنيه، وان كان بعض الفقهاء اباح نقطه معينه، ان ممكن هو الشاب ده يجوز بنت من مستوى عالي جدا، من مستوى عالي جدا، هم الطبيعي بتاعهم ان هم بيجيبوا مثلا العفش والحاجات ديت مثلا بحدود 200,000 جنيه، هو هيجيب لها عفش ب 25,000 جنيه، فيتنازلوا يقولوا له طب يا ابني احنا يعني موافقين ان انت تجيب ب 25,000 جنيه، لكن دي بنتنا ومستواها كده، احنا هندفعك ال 25,000 لكن هنكتب عليك قايمه لا قدر الله لو رميتها او طلقتها، هنكتب عليك قايمه ب 200,000 جنيه تدفعها لو انت طلقت بنتنا او رميت بنتنا.
بعض الفقهاء أجازها وبعض الفقهاء منع هذه المسألة. لكن الشاهد في الموضوع أنا عايز أقول يا ريت يكون في رحمة وتراضي بين الأطراف، إن أنا لما أكتب العريس أكتبه حاجة فيها رحمة وما حسسوش إن أنا واخده بيع وشروة أو إن أنا ببيع له بنتي بيع، لا دي بنتي دي كنوز الدنيا ما تسويش شراك نعل بنتي أبدا، بنتي دي أغلى من الدنيا واللي فيها، فما ينفعش إن أنا أخدها تجارة أو بيع أو شروة، لا ده أنا أكون حريص جدا على إن أنا أكسب جوز بنتي ده وهو كمان يدعي لي بعد الزواج يقول يا سلام الله يكرمك يا حماية ربنا يبارك لي في عمرك ويجازيك عني كل خير، يسرت لي الزواج وسترتني وخلتني أعف نفسي وأعف بنته وعشنا عيشة طيبة الحمد لله رب العالمين وربنا كرمنا وهكذا. واضح يا جماعة؟ فالأمور لازم يكون فيها تيسير لكن يجوز إن احنا نكتب القايمة. طيب رقم 5 تجهيز العفش هيبقى إزاي؟ أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول حاجة وأنا عن نفسي هعملها، بقول لك حاجات عن نفسي هعملها، إن لما يجي عريس لبنتك قول له بص يا ابني أنت كلف الشقة كلها وأنا مش هقول لك تكلف إيه، يعني مش هشترط عليك اي حاجه معينه، تجيب عفش بخمسة جنيه انا تحت امرك، تجيب لها حصيره انا تحت امرك، تجيب لها عفش ب 100,000 جنيه ده بيتك وبيتها وانتوا اللي هتعيشوا مع بعض، لكن ما تلزمنيش انا بحاجه، انا كفايه ربيت بنتي 20 سنه 25 سنه دفعت دم قلبي وظروف يا ابني وقفت على كده ومش هقدر ان انا اشارك في الجهاز، يجوز انه يعمل كده، بل انا عايز اقول ان ده الاصل، الاصل ان الرجل هو اللي بيجهز بيت الزوجيه واهل الزوجه لا يشترطوا عليه اي شرط ابدا يا جماعه ولا يكحفوا ولا يطلبوا بأي شيء، لكن لو أهل الزوجة بقى مصرين على مستوى معين يشاركوا على قد الحافك مد رجليك خلاص وزي ما بيقولوا الشاري ينقط بطاقيته زي ما بيقولوا. فإذا المسألة أمور بسيطة، إحنا أنت هتجيب حاجة وإحنا هنجيب حاجة ونتفق ونتفق مع بعض يا جماعة، ليه؟ لأن بيحصل مشاكل بسبب عدم الاتفاق، ممكن هم ما يتفقوش يقولوا أنت هتجيب أوضة وإحنا هنجيب أوضة بس أنهي أوضة مش عارفين، يوم هي تجيب صالون وهو يجيب صالون وقلنا الاثنين يناموا على الأرض ما فيش بقى أوضة نوم، واخد بالك؟ فيبقى في اتفاق مسبقا. آخر حاجة قبل ما نتلقى اتصالات حضراتكم، الزيارات والخروج يا ريت تكون بعد العقد، ما بقولش حرام لكن بقول تبقى قليلة لسبب، علشان يبقى في شوق يبقى في اشتياق من هذا الشاب لهذه الفتاة انه يتجوز في اسرع وقت علشان ده يشجعه على انشاء بيت الزوجية وعلى الزواج. واخر نقطة استشريت بس اسمح حضرتك، المواسم والاعياد اتفقوا من دلوقتي، الامور دي ذوقيات ما هياش فرض عين على العريس، احنا عندنا عيدين فقط الاضحى والفطر، عيد الفطر وعيد الاضحى، هيجيب هديه هنا وهيجيب هديه هنا، واخد بال حضرتك؟ انما طبعا في اسر ثانيه عندها ما شاء الله الاعياد الله اكبر حنفيه، واخد بالك؟ عيد الام وعيد العمال وعيد الوحده وعيد الاسره وعيد مش عارف شاب من لسي وعيد ميلاد مراته وعيد وطلعه رجب ونص شعبان والاسراء والمعراج، وفي اسره بقى يا استاذ شريف وفي بقى اسره تقول لك لا احنا متدينين جدا احنا بنحتفل بكل الغزوات، تيجي داخل عليه يقول لك النهارده عندنا احتفال بغزوه احد، واخد بالك؟ فتجيب هديه وبعد شهر برضه غزوه احد، طب يا عم الحاج ما الشهر اللي فات كان احد، يقول لك لا يا ابني احنا بنحتفل بيها هجري وميلادي، واخد بالك؟ يعني ايه؟ وتلاقي بعد كده المراسيع وبدر والخندق يعني ايه؟ فتلاقي الدنيا هيصه، لا عايزين نقول ان دي امور ذوقيات، يبقى في عيد الفطر وعيد الاضحى وربنا يبارك فيكم. فانا في استقبال اتصالاتكم الان، السلام عليكم. ام عبد الله من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله العظيم يا شيخ اقسم بالله ان ظهور حضرتك على التلفزيون بس بركه في البيت. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. ربنا يكرم حضرتك ويدي لحضرتك الصحه ويبارك لك في ولادك ويجعلهم زيك كده بالظبط ان شاء الله. امين يا رب العالمين، ربنا يخليك. معلش انا سؤالي يعني خارج الحلقه، معلش انا اسفه. اتفضلي. بس محتاجه جدا ان انا اسال حضرتك. اتفضلي. انا يعني محرومه من صلاه الفجر. ربنا يرزقك يا رب لذة صلاة الفجر وقيام الليل يا رب العالمين. والله يا شيخ أنا حتى لما أكون صاحية يعني ربنا ما بيقدر ليش إن أنا أصليها. نعم. فعايزة كلام شديد إن هو يوجع القلب إن أنا أواظب على صلاة الفجر. حاضر هوجع قلبك حالا. بالله عليك يا شيخ والله تأخير الصلاة برضه. ربنا يكرمك يا رب العالمين. عايز أقول لك حاجة. عايز أقول لك حاجة إن في حديث خطير جدا وفعلا يخض، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر والعشاء اللي بيسيبهم في جماعة أو المرأة تصليها طبعا في البيت وكده، يعني دي علامة ربنا يعافيك يا رب العالمين، دي علامة لو استمرنا على كده
كده ده علامة من علامات النفاق. فعشان كده بقول لا أنا مش ممكن أكون منافق، إن شاء الله أحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء. أنا عايز أقول حاجة، استعيني بالله، استعيني بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يا أختي الفاضلة أم عبد الله، يعني لو فعلا استعنت بالله، يا رب أعني على صلاة الفجر، وخذي بالأسباب، نامي بدري وجهزي المنبه وحطيه بعيد عنك، وقومي أول ما تقومي اغسلي وشك بالمية، مية ساقعة كده، هتلاقي نفسك فوقت بفضل الله سبحانه وتعالى، هتصلي الفجر والله الذي لا إله غيره، هتلاقي البركة في عمرك وفي حياتك وفي يومك الجميل بصلاة الفجر إن شاء الله ربنا يحفظك. أنا حتى لما ما بصليهاش بحس إن ده عقاب من ربنا، إن هو حرمني منها. ما احنا عايزين نحسن الظن بالله ونقرب بقى، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، قربي وربنا يبارك فيك يا رب العالمين وجزاك الله خير. ماما الاخ مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا بيك، كيف حالك؟ الله يسلمك، ربنا يعزك. اني احبك فينا والله، احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك والله. يعني عايزك تدعي بالله عليك في المعده شيخ، ربنا يكرمك يا رب واحفظك. عايزك يا شيخ بالله عليك، عايزك تتكلم في موضوع عن حكايه الجامعات والمعاهد، يا رب يكرمك يا رب. حاضر بالله عليك. مالها المعهد؟ أطلب منك طلب كده، ممكن أعرف حضرتك يعني مثلا بتدي الدروس في الجامعة في أي مسجد حضرتك؟ أنا كنت بحضرك في الكعبيش. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا عموما ربنا يبارك فيك، في الوقت الحالي يعني ما فيش مساجد معينه بنزلها دلوقتي، لكن ان شاء الله قريبا هيكون في دروس مساجد ان شاء الله، ربنا يحفظك. بس ارجوك تعلن يعني حضرتك. حاضر يعني عينيا لك والله، عينيا. حاضر، بتحب دروسك يا شيخنا والله، احبك اللي احترف فيها يا استاذ مصطفى، ربنا يعني بالله عليك. ليه؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ سيد من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. سؤال حضرتك. اتفضل. زوج ليا بنت متوفيه. بنت متوفيه، ربنا يرحمها. ليا بنت متوفيه، ربنا يرحمها يا رب، اهلا وسهلا. اتفضل. فالناس بتقول لوالدتها ايه، ما تاكليش ساعه الصلاه عشان حرام. فبيقول ايه؟ بيقولوا ايه معلش؟ ايوه يا استاذ سيد. ما تاكلش ساعه الصلاه عشان حرام. ساعه الصلاه؟ اه صلاه الجمعه يعني. لا وقت الصلاه يعني، ما انت صلاه الجمعه المفروض هتكون في المسجد. لا ليها، هي ليها للزوج. للزوجة ما تاكلش وقت الصلاة عشان حرام؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انت يعني لو قدرت، لو حبيت تاخدها صلاة الجمعة معاك تصلي معاك يبقى خير، لو ما حبيتش تاخدها صلاة الجمعة او هي مش قادرة تصليها ظهر في البيت في وقتها مباشرة، لكن حتة انها تاكل بقى في اثناء خطبة الجمعة او ما تاكلش دي حاجة براحتها يعني، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نشوف الاس ام اس، رسائل جروب بالبرنامج بالفيسبوك، ربنا يحفظهم. بيقولوا الهديه الجماعيه من الجروب ختمه شهريه من مشرفي واعضاء الجروب، ربنا يبارك فيكم يا رب احفظكم. الجروب ما شاء الله وصل اظن عدى ال 4000، ربنا يحفظهم. اخت فاطمه، وفاطمه الزهراء من المغرب، هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته والابتسام في وجه الاخرين والصلاه في وقتها وتفكير الناس بالصلاه على النبي. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمه يسرى من تونس، أعاهد الله على الالتزام بكتاب الله والذكر وقيام الليل والصيام، جزاكم الله خيرا. الأخت الفخورة بنقابي، هوزع الملابس الزايدة اللي عندي على الفقراء، وهبطل عصبية مع أخويا الصغير، وحافظ على ربع جزء قرآن على الأقل يوميا، وأجتهد لأحصل على أعلى تقدير في البكالوريوس، بارك الله فيكي. الأخت جويرية هاشم بتقول إن شاء الله هبطل عصبية، وده كلها بطل عصبية الحمد لله، مع أختي والإتقان في عملي لإعطاء صورة حسنة عن المسلمة بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راما أحمد بتقول هديتي للرسول عليه الصلاة والسلام إن حافظ على الفروض وعلى قد ما أستطيع النوافل، وأكون بر بوالدي وحافظ على حجابي وأتحلى بالأخلاق والحياء، بارك الله فيكي. الأخت إيمي إن شاء الله ستكون هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم زيادة بري بوالدي والجد في دراستي، والتكثير من التسبيح وصلاة الضحى وتقليل الاختلاط. أشرف من المغرب، ادعي لي يا شيخ بالثبات على الدين. حبيبك في الله أشرف من المغرب، ربنا يبارك فيك ويثبتك يا أخ أشرف. الأخت صفاء جويفل بتقول أود أن أسأل إذا كان بإمكان الشيخ محمود جزاه الله خيرا أن يتحدث في إحدى حلقاته عن ثواب المرأة بالآخرة. أنت تعلم ما للرجل من ثواب والحور العين وغيره، لكن سؤالي ماذا للمرأة؟ المرأة لها زوج مطهر في الجنة، لأن المولى عز وجل بعد أن يعني الجنة يدخل كل أهل الجنة، الجنة بيفضل أماكن كثيرة جدا في الجنة، فيخلق الله خلقا آخر للجنة، سبحانك يا ربي. أما النار فالله عز وجل يضع قدمه جل وعلا في النار حتى تقول قد أي قد امتلأت قد امتلأت. الشاهد في الموضوع أن ربنا يا رب يكرمكم بأزواج من الجنة إن شاء الله. حورية الجزائرية من لندن، هديتي للنبي عليه الصلاة والسلام جددت بيعتي في الحجاب، وأقوم الليل وأصلي على النبي ما استطعت، وأقرأ كل يوم جزء من القرآن، وأبطل عصبية مع زوجي.
الأخت ذكرى عبد القادر من فلسطين: هديتي للنبي عليه السلام أنني صرت أصوم اثنين وخميس وأصلي صلاة الفجر ولا أهجرها، وقبل سنوات تركت المسلسلات والأغاني ولله الحمد والشكر، وادعوا لي بلبس الخمار في القريب العاجل. أنت لسه ما لبستش خمار يا أختي ذكرى؟ إن شاء الله تلبس الخمار من النهاردة، من بكرة إن شاء الله تكوني لابسة الخمار، ربنا يبارك فيكي. وادعوا لنا بتحرير الأقصى المبارك، أسأل الله عز وجل أن يحرر الأقصى المبارك. آخر أخت، أختي نسمة أشرف، قالت: اتفقت نجمع ما يخرج منا للصدقة حتى نكون به مبلغا معينا ونشتري به عدد من المصاحف أو سجادات الصلاة أو إزدالات الصلاة عشان يدوها هدية. الأخت مريم من مصر، السلام عليكم. أيوة، عاوز أسأل عن الذهب لما يتكتب في القايمة، هو يجوز يتكتب ولا لا يجوز؟ ما فيش مشكلة خالص، ما هو الذهب بعض الفقهاء بيعتبروه جزء من المهر، فيجوز انه يكتب في القائمه، مفيش مشكله خالص. يعني اصلي والدي كانت اختي يعني هتتزوج عن قريب. نعم، ربنا يكرمها. يعني ما حصلش نصيب بسبب القائمه. نعم. فعشان اختلفوا برضه في حكايه ان هو يجيب ازاي، يعني هيجيب. ما انا عايز اقول، عارف يا اخت مريم، انا زي ما قلت كده، قلت يعني القائمه جائزه، لكن عايزين نقول ايه؟ التيسير بقى، التيسير والامور، ما نحسسش اللي جاي يتجوز ده ان احنا يعني خلاص هنخنقه في كل حاجه، نحاول نتيسر الامور، وربنا يبارك فيكم. اعظم النكاح بركه ايسر ومؤونه، والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه جدا. ان شاء الله لقائنا معاكم يوم الثلاثاء الجاي، نروح نزور حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظه صفاء.